وأنتم تعرفون على أن مؤسسة المنخرط الداخلي للرجاء الرياضي هي مؤسسة فريدة من نوعها في دواليب التسيير ديال كرة القدم في المغرب. علاش؟ لأنها مؤسسة تشكل فعلا برلمان ديال نادي الرجاء الرياضي. وبطبيعة الحال هو داخل هذه المؤسسة كاين مجموعة من النقاشات، وخصوصا الوضعية اللي كنعيشوا دابا داخل الرجاء الرياضي، لأن كاين مجموعة ما عرفاش الغياب ديال الرئيس فين غادي نحطوه، فين الخانة غادي نحطوه، وهل سيستمر، واش الرئيس غادي يدخل ولا ما غاديش يدخل، واش غادي يجي ولا ما غاديش يجي. يعني كاين واحد المستقبل ديال نادي الرجاء الرياضي تلفه غموض كبير. وكاين مجموعه اللي هي ربما الوضعيه الحاليه اللي كاينه دابا مزيانه ليها، خدامه ليها، الرئيس ما كاينش وهما كيسيروا نادي الرجاء الرياضي بلي مويان دو بوغ اللي كاينين، بالمسائل اللي كاينه، وربما انهم عاجبهم الوضعيه. ولكن المجموعه او العدد ديال المؤسسات المنخرط، واحد العدد مهم ديال المؤسسات المنخرط اللي كيفكروا تفكير مستقبلي في المستقبل ديال نادي الرجاء الرياضي، واللي كيبان لهم بان هذا الغياب الغير مبرر ديال الرئيس ديال نادي الرجاء الرياضي قد هو يشكل مشكل الان وسيشكل مشكلا اخطر في المستقبل، بما يتعين علينا ان نقوم بدراسته الان ونلقاو له الحل. وهذا الخلاف اللي كاين ما بين داخل المؤسسه ديال المنخرط هو خلاف هو ظاهره صحيه، لان الديمقراطيه تقتضي ان يكون هناك مؤيد ومعارضة، وملي كتكون المعارضة هذه هي الروح ديال الديمقراطية، بمعنى أن التسيير داخل أي فريق معين كيفما كان، سواء داخل جمعية أو داخل مجال أو داخل حزب سياسي أو داخل نطاق المجتمع ككل، دائما واحد التسيير داخل واحد النطاق معين كتلقى المؤيد وكتلقى المعارض. وملي كيكون المؤيدين أو لك يكون اليمين وكيكون اليسار ولا تيكون المؤيد وكتكون المعارضة، دائما هذاك العمل كيكون فيه تطور وكتكون فيه جدية وكتكون فيه جودة، بمعنى أن لا يمكننا أن نتصور إلا أن تكون هناك مؤيدين للمكتب المسير وأن تكون هناك معارضة بناءة ودائما في خدمة الإطار العام ديال نادي الرجاء الرياضي. لا، ما تاثرش على النتيجه، لان الخلافات ما عندها علاقه، لان كاين الشق الرياضي هو كاين الناس التقنيين وكاين الناس الاداريين اللي مكلفين به، وكما كتشوفوا باننا الرجاء الرياضي من الناحيه الرياضيه غادي مزيان، احنا مؤهلين الادوار الاخرى ديال كاس العرش، كذلك كنحتلوا المركز الثاني في البطوله في الترتيب ديال البطوله الاحترافيه، وان شاء الله عندنا واحد الامل كبير باش الرجاء دير بطوله هذا العام، بمعنى ان من الناحيه الرياضيه كاين انسجام كبير لا ما بين المكتب المسير وما بين الفريق الاول، ما بين المدرب وما بين اللاعبين، يعني كاين واحد الانسجام كبير والرجاء غادا في الطريق الصحيح. كيبقى الجانب التسييري اللي هو ديال المكتب المسير الرئيس مع المكتب المسير مع المنخرطين، هو اللي فيه واحد شويه ديال النقاش في اطار الغياب ديال الرئيس لانه ما كاينش. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.